لو الدنيا مزنوقة معاك حبتين ومش عارف تعمل ايه، مزنوق في قرشين، هنقدم لك النهاردة عرض مغري ما يترف. ايه رأيك لو تبيع وشك ب200,000 دولار؟ ايوة زي ما سمعت كده، بصمة وشك تمنها حوالي 60 مليون جنيه، بس لو اتسرقت منك احنا مش مسؤولين. طب ايه حكاية بصمة الوش وازاي ممكن تتسرق؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. بص يا سيدي، شركة أمريكية بتصنع روبوتات اسمها بروموبوت أعلنت إنها هتشتري حقوق استخدام وش الإنسان مقابل 200,000 دولار، وده بعد ما يتنازل عن استخدام وشه للأبد، عشان الشركة هتستخدم الوشوش دي في روبوتات هتشغلها في المستقبل في المولات الكبيرة والمستشفيات والفنادق. الموضوع ده خلى شركات تكنولوجيا مجهولة تشغل مخها وتعمل أبليكيشنز تقدر من خلالها تستخدم وشك من غير أي مقابل وبكامل إرادتك. إزاي ده؟ هقولك، الشركات دي بتعمل أبليكيشنز بتغير في شكل الوش علشان تجذب أكبر عدد من مستخدمي السوشيال ميديا من باب الهزار يعني، وكتير من الناس وقعوا في الفخ ده، لأنك ببساطة وانت بتشترك في الأبليكيشنز دي انت بتديهم تنازل عن بصمة وشك للأبد، زي مثلاً أبليكيشن فيس أب. فلو انت واحد من الناس اللي استخدموا أبليكيشن فيس أب، فانت كده بتكون وافقت على سياسات الخصوصية للأبليكيشن، واللي بتقول إنك بالإضافة طبعاً لصورتك الشخصية اللي بقت ملكهم خلاص، فأنت كمان تتطوع بمعلومات عنك زي اسمك والإيميل بتاعك والمواقع اللي بتستخدمها في التصفح، وبيجمعوا المعلومات دي سواء عن الاي بي بتاعك أو المواقع اللي بتستخدمها. المفاجأة الكبيرة إن سياسات الأبليكيشنز دي بتقول إنهم بيشاركوا المعلومات دي مع شركات الإعلانات اللي بتطلع لك وإنت فاتح الأبليكيشن، واللي بتكون مناسبة طبعاً لاهتماماتك. وخبراء التكنولوجيا بيحذروا من الاشتراك في الأبليكيشنز دي واستخدامها، لأن سياسات الخصوصية اللي انت بتوافق عليها بتسمح للأبليكيشن إنه يجمع بياناتك ومعلومات عنك ويخزنها في سيرفرات الشركة. وأكدوا إن أبليكيشن فيس أب بياخد كل الصور اللي عندك على الجهاز ويخزنها في سيرفراته، وده طبعاً من غير إذنك. طبعاً هيجي واحد ذكي دلوقتي ويقول لي طب ما أنا ممكن أمسح الأبليكيشن دي، ويا دار ما دخلك شر. أحب أقولك إن أنت حتى لو فكرت تمسح الأبليكيشن من تليفونك، كل الصور بتاعتك هتفضل متخزنة عندهم، وحذفها مش هيبقى سهل، ولازم تتواصل مع الشركة بنفسك. طبعاً أنت كده فهمت إن أي أبليكيشن بيستخدم وشك فهو بياخد كل معلومة عنك، زي كمان أبليكيشنز اللي بتحول الوشوش للكرتون أو اللي بتوريك شكلك لما تعجز، وانت طبعاً فرحان ومبسوط عشان شايف نفسك شبه جدك أو جدتك. وفي ظل عصر الذكاء الصناعي والتطور الرهيب للتكنولوجيا، مطورين البرمجيات بيحذروا من استخدام صورك ومعلوماتك، لأنه من المستحيل تعرف إيه اللي بيحصل لصورتك وبتروح فين بعد ما تحملها على الأبليكيشنز. عشان كده وانت بتشترك في أي أبليكيشن لازم تقرأ كويس سياسات الخصوصية قبل ما توافق عليها. وعشان تعرفوا أكتر عن موضوع سرقة الوشوش عن طريق الذكاء الاصطناعي وإيه اللي ممكن يحصل لك لو انت وقعت في الفخ ده، اتفرج على الحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل بلاك ميرور اللي بيتعرض على منصة نتفليكس. الحلقة بتحكي عن ست اتفاجئت بقصة حياتها بتتعرض على التلفزيون والعالم بيتفرج عليها، ولما حاولت إنها تلجأ للقضاء اكتشفت إنها متنازلة عن حقوق النشر بكامل إرادتها. ما تنسوش تعملوا شير وتشاركوا الحلقة مع أصحابكم عشان ياخدوا بالهم هم كمان.